أنا خابرت أستاذ أحمد البارحة على موضوع الكهرباء وقال لي هيئت لك كتاب كبير فيما يخص أنه موضوع الكهرباء. إحنا لا يمكن ولا نقبل أنه نينوى من 20 إلى 22 ساعة قطع. بعدنا على 7.4 هسه عملنا بالله نحن مؤمنين بال 7.4 خلي يطونا إياه. يعني هسه انت اذا تحسب ال 390 ميجا وات 400 تجينا ما تحقق 2% من 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 الحصه. يعني الموصل قبل ايش قد حصتنا؟ قبل 2014 كانت حصتنا 9.4 كانت 0.6 يمكن كانت 9.6 9600 يعني بعد ونواد للعشره تصل معنى من الكلام انه نحن 7 بالعشره عدل 250 مال عقد كان. اي هو انا هذا قصدي يعني المفروض حصتنا عدا حصة شركة كار 7.10 هذا استثمر حصتنا 7.10 المفروض. اليوم كانت لنا زيارة إلى مديرية توزيع كهرباء نينوى المركز وبالتحديد إلى سيطرة الكهرباء فيما يخص حصة محافظة نينوى. المفروض الحصة تكون 7.4 اللي جاي يصل الى السيطره 130 ميجا فقط باستثناء الحصه 250 المتعاقد عليها مع المستثمر من شركه كار. القطع المؤسف جدا القطع في محافظه نينوى من 20 الى 22 ساعه باليوم. القطع أكرر من 20 إلى 22 ساعة باليوم بينما تجهيز بقية المحافظات التجهيز من 16 إلى 18 ساعة باليوم. أتينا إلى مديرية توزيع الكهرباء لنفهم ما هو السبب لماذا نينوى تبقى يعني منكوبة أليس يعني تحتاج إلى نكبات. نينوى المدينة الثانية المحافظة الثانية بالعراق من بعد بغداد حصتها 130 ميجا وحسب ما فهمت من الأخوان بالسيطرة أي مكان يوجد فيه نقص حتى 130 ما تيجي كاملة يعني أكثر المرات تنزل إلى 100 إلى 80. أنا من هذا المكان أطالب السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وطالب السيد وزير الكهرباء وأطالب نواب نينوى الشرفاء التدخل شخصيا وإنقاذ هذه المحافظة المنكوبة. يصل قطع الكهرباء داخل محافظة نينوى من 20 إلى 22 ساعة وذلك بسبب قلة الحصة المجهزة سواء من المستثمر شركة كار. تصل العقد الرئيسي نص على 500 إلى 625 ميجا وات الآن التجهيز 250 والمحافظة لم تحصل لحد الآن على حصتها المقررة من رئاسة الوزراء والبالغة 7.4 من حمل العراق المجهز يوميا. لذلك زاد القطع إلى مسافة 20 إلى 22 ساعة قطع من أثر كثيرا على أداء المواطن والمناطق التجارية والناس أكثر الناس الآن تستغرب عملية القطع هذه لأن أكثر محافظات العراق يتم التجهيز من 16 إلى 18 ساعة أو أكثر باستثناء محافظة نينوى ولا نعلم لحد الآن لماذا عدم التدخل من قبل السادة المسؤولين في إنقاذ هذه المدينة من ناحية الكهرباء من ناحية الصحة من ناحية التربية كذلك عدم استلام رواتب لثلاثة أشهر أو أكثر من قبل الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء.